طيب خلينا نروح دلوقتي لصالة الأمير عبد الله الفيصل من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وبتنضم لنا زميلتنا روزان نصر عشان تطلعنا بقى على آخر التطورات وكمان التحضيرات لحفل انطلاقة هذه البطولة طبعا في نسختها 37. اتفضلي يا روزان. برحب بيك يا مريم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من النادي الاهلي بالجزيره، زي ما قلت يا مريم بالتحديد من داخل مقر طبعا النادي الاهلي في صاله الامير عبد الله الفيصل، متواجده معاكم اكيد لتغطيه حفل افتتاح البطوله الافريقيه للكره الطائره السيدات في نسختها ال 37 طبعا اللي بيستضيفها النادي الاهلي من 26 ابريل الى 4 مايو. طبعا شاهدنا اكيد استضافة قوية جدا من قبل النادي الأهلي لهذه البطولة بالتحديد كمان في فريق الرجال حامل لقب هذه النسخة، وإن شاء الله بإذن الله كمان فريق السيدات يقدروا يحققوا لقب هذه البطولة. طبعا يعني افتتاح هذه البطولة يعني يمكن خلاص كمان دقائق، كمان بالضبط 5 دقائق تقريبا الحفل طبعا هيبدأ ب يعني استعراض الفرق المشاركة في هذه البطولة، ثم طبعا كلمة من الأستاذة مي عاطف عضو يعني طبعا عضو مجلس الإدارة وأيضا نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومن بعدها طبعا كلمة من البشمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، وبعدها بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي، وكلمة من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطبعا كلمة الافتتاح هتكون من طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. اكيد حفل كبير، حفل ضخم طبعا بيشهد استعدادات قوية جدا من النادي الاهلي. بيالي بقى طبعا حفل افتتاح اليوم اول مباراة للنادي الاهلي في المجموعة الأولى واللي هتكون أمام شباب بيجايا الجزائري، واللي أسفرت عليه أكيد القرعة أمس في المجموعة الأولى. كل التوفيق طبعا لنادي الأهلي، المباراة هتكون الساعة 4 عصرا، كل التوفيق أكيد، وطبعا تبقى بداية لانطلاقة قوية جدا إن شاء الله بإذن الله للقب هذه البطولة. يمكن يعني خلاص الحفل هيبدأ حالا يا مريم، وطبعا دي كانت الاستعدادات الأخيرة لقبل حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات. بشكرك يا مريم وعودة ليكي مرة تانية.